إذن أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا ومشاهدينا الكرام. كما كتشاهدوا معنا الفنان مهدي الفطيلي أكيد يحيي حفلا فنيا. كما كتشاهدوا معنا نأخذ معه التصريح. شكرا فاس بعدا حيت حضرتو اليوم شرفتو بيا وكبرتو بيا ربي يحفظكم تبارك الله عليكم. الله يحفظك حبيبي. سجون العاصمه العلميه ساكنه العاصمه العلميه. قلت لك تبارك الله عليهم حجه ونشوفكم ان شاء الله مره اخرى ان شاء الله. مهدي واش ممكن غادي نشوفو ديما بينكم ما بين هدى افيك بليز هذاك هو النهار الكبير ان شاء الله. شكرا. اذا كما شفتوا بطبيعه الحال الفنان مهدي الفطيلي يغادر الالف هذا الاثناء ما كتشاهدوا معنا واكيد كانت أمسية فنية هنا حاولنا على أننا بطبيعة الحال ناخذوا التصريحات ديالو أكيد. لكن ما كتشاهدوا حضور مجموعة من الفنانة كان الفنان محمد العسري أكيد مجموعة من الفنانة الكبار الفنانة هدى سعد محمد العسري محبوب الجميع ففي الأثناء كيغادر كما كتشاهدوا معنا طبيعة الحال كاين محسن فاير محسن بغينا شي كلمة من عندك شي كلمة العاصمة العلمية ساكنة العاصمة العلمية هو قال لك في الماس والناس دفاس ناس دفاس خوتنا وحبابنا ما عمرنا جينا هنا وما فرحناش معاهم هما اليوم كيفرحوا مع لا جينيراسيون ديالنا وليدي مهدي فضيلي انا جاي ضيف معكم صافي بليزير قريب ان شاء الله جديد ديما غادي يكون ان شاء الله باذن الله. المقاطع الموسيقى ديالكم كيكونوا محبوبين عند المغاربه شنو ممكن لانكم لربما توعدوهم؟ ايوا الحمد لله حيتاش كنجيبوا التراث وتنجيبوا داك الشيء اللي الميلوديات اللي كيبغيوهم الناس وكنديروا كلمات اللي تيكونوا شي حاجه على فاس على فاس فاس اخويا مدينه راه كنا تنقولوها ديما بدات البطوله مع ما بعد حنا في ناير جمهور ما نعاودلكش كاع لي سان اللي دوزناهم الحمد لله كان كل الحب وكان واش باش نهار محسن مع مهدي فضيلي ولا مع هدى سعد؟ ايوا راه لا شونسون ديال المريش راه صوتها لي انا اللي صوتها كلمات لحن سي محسن شكرا جزيلا تبارك الله عليك. الناس المتواضعين الفنانين المتواضعين انا عملت معاهم في الفيستيفال الله يحفظك غزال بزاف ما شاء الله عليه الله يوفقك تحياتي بالتوفيق سي محسن الله يحفظك. اذا كما كتشاهدوا بطبيعه الحال خدينا مع محسن فناير وخدينا مع مهدي فضيلي اكيد لحظات مغادره الفنانه غنشوفوا الفنان محمد العسري غنقطعوا هذا اللايف ونرجعوا في لايف اخر بعد لحظات.